ما هو رأي فضيلتكم في زيارة الأولياء والصالحين وزيارة قبورهم؟ وأيضا هناك كثير من الناس تتشابك أيديهم على قبور الأولياء والصالحين ويبكون ويقبلون القبور أيضا. زيارة القبور قبور المسلمين سواء كانوا من الأولياء والعلماء أو من عامة المسلمين، زيارة القبور على نوعين، نوع مشروع ونوع ممنوع. أما النوع المشروع هو زيارة القبور من أجل الاعتبار في أمور الآخرة والتذكر للموت والاستعداد له الأعمال الصالحة، وكذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم ترحم عليهم. فإذا كان القصد من الزيارة هو ما ذكرنا من الاعتبار والموعظة والدعاء للأموات فهذه زيارة مشروعة، قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يدعو لهم ويسلم عليهم، يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين قدم مؤجلون وإنا بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذه زيارة مشروعة وفيها أجر وخير للحي وللميت، الحي يعتبر ويتعب والميت يدعى له ويستغفر له، الله قريب مجيب. أما إذا كان القصد من الزيارة تبرك بالأموات والاستغاثة بهم وتقبيل أضرحتهم والتمسح بها طلبا للبركة فهذه زيارة بدعية شركية محرمة، لأنها إما شرك يكون بالله عز وجل إذا طلب من الأموات قضاء الحاجات وتفريج الكربات واستغاث بهم وتبرك بهم فهذه زيارة شركية، وإما وسيلة إلى الشرك فهي زيارة محرمة وممنوعة لا تحل ولا يجوز للمسلم أن يفعلها ولو كانت قبور الأولياء والصالحين. نعم، قبور الأولياء والصالحون نحن نحبهم لأن الله يحبهم ونقتدي بهم في فعل الخير، لكن لا يجوز لنا أن نعبدهم من دون الله أو نطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وهم أموات قد انتقلوا إلى الدار الآخرة، هذا إذا ثبت أنهم أولياء. فالولاية لا تثبت إلا بدليل، لا يحكم لأحد أنه ولي لله إلا إذا قام الدليل على أنه كذلك من الكتاب أو السنة. أما من لم يثبت الدليل على أنه ولي لله فنحن لا نجزم له بالولاية، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين من غير جزم بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.